مرحبا وأهلا وسهلا فيكم. Hope you're well. Welcome to our part 13 of Essential Levantine Arabic Vocabulary. And in today's session, we'll be talking about the weather vocabulary. Let's have a look. برنامج با برنامج برامج برامج أحمد وسارة شفتوا برنامج Blue Planet. أحمد وسارة شفتوا برنامج بلو بلانيت. طقس طقس الطقس هلا شديد البرودة في أمريكا. الطقس هلا شديد البرودة في أمريكا. البيئة 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 بلدان العالم الثالث بتواجه مشكلة اقتصادية واجتماعية وبيئية يجب حلها. بلدان العالم الثالث third world countries بتواجه faces مشكلة problem or issue or dilemma اقتصادية economical واجتماعية social وبيئية environmental البيئة. جو أجواء جو أجواء إن ساءت حالة الجو يعقد الحفل في قاعة الجمعية العامة. إن ساءت حالة الجو يعقد الحفل في قاعة الجمعية العامة. جو أجواء. مناخ مناخ مناخات مناخ مناخات علماء المناخ هن علماء الغلاف الجوي يلي بيدرسوا مناخ الأرض. علماء المناخ هن علماء scientists علماء scientists الغلاف الجوي يلي بيدرسوا مناخ الأرض. فصل فصول فصل فصول فصل فصول أي فصل من فصول السنة بتحب أكتر؟ أي فصل which season من فصول السنة of the year فصول seasons السنة بتحب you love you like أكتر most. الربيع الربيع فصلي المفضل هو الربيع. فصلي المفضل هو الربيع. الصيف 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 خلال فصل الصيف درجة الحرارة the temperature درجة الحرارة بترتفع بشكل هائل بشكل هائل dramatically بشكل هائل meaning hugely massively في الشرق الأوسط الشرق الأوسط the Middle East. خلال فصل الصيف during the summer season درجة الحرارة the temperature درجة الحرارة the temperature بترتفع rises increases بشكل هائل dramatically في الشرق الأوسط in the Middle East. الخريف الخريف أنا بحب فصل الخريف أنا بحب فصل الخريف. الشتاء الشتاء بتلبي المياه يلي بتجمع على هذا النحو خلال فصل الشتاء جزء من الاحتياجات في فصل الصيف بتلبي المياه يلي بتجمع على هذا النحو خلال فصل الشتاء جزء من الاحتياجات في فصل الصيف بتلبي المياه the water meets يلي بتجمع which is collected
على هذا النحو, on this order, in this order, in this way, نحو, which means order or method, خلال, during, فصل الشتاء, the winter season, جزء من, a part or a section, من, from, الاحتياجات, the needs, الاحتياجات, في فصل الصيف, during the summer season. درجة الحرارة, درجة الحرارة. درجة حرارة الأرض تزداد كل سنة بسبب الاحتباس الحراري. درجة حرارة الأرض تزداد كل سنة بسبب الاحتباس الحراري, global warming. درجة الحرارة. صحو. حالة الطقس لبكرة الأحد رح تكون السماء صحو على معظم المناطق. Most of المناطق, areas or regions. حالة الطقس لبكرة, the weather condition. حالة الطقس, the weather condition, لبكرة, for tomorrow, الأحد, Sunday. رح تكون, will be. السماء صافية, clear skies, على, on, معظم المناطق, most of the areas. برود. بتزداد البرودة في شهر كانون الثاني. بتزداد البرودة في شهر كانون الثاني. كانون الثاني, January. بارد. الجو بارد برا. الجو بارد برا. دافي. الجو دافي برا اليوم. الجو دافي برا اليوم. معتدل. الجو معتدل هون. الجو معتدل هون. رطوبة. الرطوبة عالية كتير في دول الخليج. الرطوبة عالية, high, كتير في دول الخليج. دول, countries, خليج, the Gulf. سحابة سحب. بتعرف أنواع السحب المختلفة؟ بتعرف أنواع السحب المختلفة. مطر. مبارح مطرت كتير وفاضت الشوارع. مبارح yesterday مطرت, rained, كتير, lots, وفاضت, and flooded, الشوارع, the streets. تلج. This is the tha as in thank you, and people in dialect will replace it with a ta for tango. تلج. مبارح كان في yesterday there was شوية تلج, a bit of a snow. مشمس. الأسبوع الجاي رح يكون مشمس. الأسبوع الجاي, next week, رح يكون, will be, مشمس, sunny. غايم. النشرة الجوية, the forecast. النشرة الجوية, سما غايمة وصباح دافي بكرة. سما غايمة, cloudy skies, وصباح دافي, a warm morning, بكرة, tomorrow. ممطر. شفتوا مسلسل يوم ممطر آخر. مسلسل means drama. يوم ممطر آخر. آخر means another. عاصفة.
في عاصفة رملية متجهة للشرق الأوسط. في عاصفة رملية متجهة للشرق الأوسط. متجهة heading. ضباب. 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 ما تنسى تشغل أضوية الضباب لما تسوق. ما تنسى تشغل تشغل أضوية 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 الضباب لما when تسوق when you drive. فيضان. 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 إن شاء الله ما في فيضانات هاي السنة. إن شاء الله hopefully ما في there is no there are no فيضانات floods هاي السنة this year. Great. And with that, I'll end today's session. Thank you all very much for watching. Hope you enjoyed and found it helpful. Till next time, stay safe and ma salame.